سنة بالسنة الثالثة بالمدرسة الابتدائية للحطة. أتقدم إليكم في هذا الجمع الكريم والمبارك بهذا العام المتواضع حول التعريف بعاداتي وتقاليد شهر رمضان من مدينة وسط. مرحب مرحب يا هلال. بما أنني لم أستطع حفظ فضائل رمضان أرجو أن تعلموني سأقرأه من الورقة مباشرة. تفصلنا الآن إلا سويعات لحلول موعد السحور والصيام أول أيام رمضان، وقد قررت وكل لهفة لصيام رمضان في هذه السنة. لأن رمضان يجمعنا نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا. لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. وقد اشتهر رمضان ايضا بالفطر، اللهم إني نفست على رزقك أفطر ذهبا وعدت لك الورق وثبت الأجر إن شاء الله. إن قيام شهر رمضان من أفضل العبادات نتقرب بها من الله، فأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، تسعد القلوب حيث تزداد مع الرفعة في الخلق. فاقبل يا الله مع التائبين وتقبل منا صلاتنا وقيامنا. لا ننسى في رمضان أن نقرأ بعض الآيات القرآنية بعد كل صلاة. سورة النازعات، اللهم بلغنا ليلة القدر. يا شهر الإحسان شهر الغفران رمضان رمضان شهر الغفران رمضان. علينا شهر الخير والبركة مجددا كل عام، حاملا معه مختلف أشكال التآزر والتعاون والصدقة بالمال أو بالموائد الخيرية وبقفة رمضان. أنتم بخير. لا تكتمل فرحة العيد إلا بإنصاع حلوياتنا التقليدية، فقررت أنا وأمي التعاون مع خالتي وجدتي لإتمام هذه الفرحة. وكل عام وأنتم بخير. كل سنة مع أهلنا نكبر ونحبك يا عيد، حلوى هنا منك لنا نجمعها دوما في العيد. ندعو معا يا ربنا بارك أفراحا بالعيد، في بيتنا عادتنا عيديتنا كل عيد. انت وانا أحبابنا تدعو حبا في العيد، كلمتنا ضحكتنا لا تتوقف يوم العيد. العيد علينا هلا بأحلى فرحة ترضى، وختم الله صيامنا بالقبول. وكل عام أنتم بألف خير وعيدكم مبارك. أهلا جانا العيد قد أكبر والكل سعيد، والفرحة تكبر وتزيد، هيا نفرح يوم أعجبكم وأن أحمد فوزي، وإلى اللقاء. والكل سعيد.